الزول في الاول نيت ما يسمى الزول مقران. مرحبا اسوين، ان شاء الله ديما تيلي ملاباس. اسا بيان سور 3/10/2024، مرحبا بكم بور سيت بروميير فيديو تاع اليوم. ما كانتش باش ندير دي فيديو اليوم، جوي فريمون ديزولي. كنت سمعت في اون شونسون تري تري كيما قال الواحد مؤثره جدا على الام، وحنا نتكلموا على الام وعلى لا فام توجور لي في العالم الثالث هذا، في لي بي دو تيير موند هذو محكوره ومحكوره جدا جدا. وكلموني بزاف الناس اللي قالوا لي يا ولدي تكلمنا على واحد الموضوع اللي رانا نشوف فيه اشاك فوا باللي من 28 سبتمبر راح يتغير القانون تاع الام وتاع المراه، وما عادش المراه اللي دير الخلع ما عادش تدي الحضانه، وما عادش الراجل يخلص للحضانه، ومروح روح روح. دونك جيتي اوبليجي دو ريبوندر لهاد الناس هادو اللي كنت كل خطره نقول نتكلم عليها، رغم اننا انني ما نحبش نتكلم في الموضوع هذا باسكو سي موضوع حساس و سامتوش فريمون. ما نقدرش نعبر لكم على كي نحب نتكلم على حوايج كيما هادو قداش يعني متاثر. على كل حال جبت سي باش نتكلم على هذا الموضوع هذا اللي قلت عليه. الوغ بريميرمون ما تسمعوش لهذا الشيء اللي صاري سور لي ريزو سوسيو، سي با اوفيسيال. لي ريزو سوسيو يقدروا يقولوا اي حاجه، دونك يفو تبعوا كيما قال واحد لي ميديا، لي ميديا لوخ كيما قال واحد التلفزيون ولا منا ولا لي جورنو، لي جورنو باسكو هادو ما يقدروش، لي جورنو ما نقدروش نحطوا حاجه اللي كيما قال واحد اللي ما كانش منها. امبوسيبل امبوسيبل واحد يروح يدير ان ارتيكل دو بريس ولا يتكلم في التلفزيون على حاجه قليل، من يصراو غلطات يصراو دي حوايج هكذا يغلطوا فيهم، وتو سويت سا سخا ريكوبيري رابيدمون ويطلبوا الاعتذار وتو سويت يصلحوا الامور. دونك هاد لي ريزو سوسيو يقدر اي واحد يحط بيبليكاسيون قال بارتي دو تال دات، ها واش كان الناس يحبوا هما واش يشوف روحه هو، باسكو هو صرات له مشكلة باغيكزومبل مع مرتو، يقول وراحت مرتو خلاته باغيكزومبل يقول لك أنا نشوف اللوح هذا الشيء هذا لعله كيما قال واحد يكذب كذبة ويصدقها، سي هو يكذب كذبة ويصدقها. والناس أكثر اللي يديروا هذا الشيء هذا، وعلى هذا أنا نقول لكم ردوا بالكم قدام خطأ نتكلم أنا على ريزو سوسيو. الناس بزاف اللي كلحوهم، الناس بزاف اللي داولهم صواردهم، الناس بزاف اللي اثروا عليهم بهذا لي ريزو سوسيو هذو. دونك يفو كي تشوفوا حاجه لازمكم تتاكدوا منها، ماهوش تشوفوا حاجه بيبليك حاجه دارت ولا نهضر لنا حاجه قال لها هذيك صحيحه، نو يفو تتاكدوا منها. الوغ الشيء هذا اللي تكلموا عليه هذا راه ما كاينش منه خلاص خلاص نهائي، ما كان والو ما كان والو. خطراش لو كان كاينه حاجه بريميرمون هالقوانين هذو ما يجيوش هكاك، ما يخدموش يجي قال الرئيس ياخذ قرار هي قال يا نحيو المراه ما عندهاش الحق ولا الاخر ما عندوش الحق ولا ما يقدرش، يدي لوا لازم يدي لوا هذو يديروا ساعات دابور ويعديهم هك ساعه البرلمان يصوت عليهم، ومن بعد يديهم كيف اسمه المجلس الامه يزيد يصدق عليهم، ومن بعد كما قال واحد يكونوا عقبوا ديجا اون كونسي دي مينيستر وكونوا. دونك هذا الشيء هذا اللي راهم يتكلموا عليه راه ما كانش منه نهائيا. هذه وحده. ثانيه احنا ما نعيشوش في عالم واحد اخر باش نقدروا نديروا الشيء اللي نحبوا، ما نقدروش اون بو با، باسكو الناس ما على بالهمش، هما يحسبوا الجزائر كي يحب ياخذ الرئيس حاجه قال يديروا الحاجه هذيك يديروها. يفو فواغ لي كونسيكونس نتاع الحاجه هذيك، باسكو حنا رانا نعيشوا في عالم كبير وعريض وكما قال واحد، وعندنا الناس اللي تطرق فينا، الناس اللي حاكمين لي دروا دلوم، كاين الاتحاد الاوروبي، كاين لونو، كاين بزاف لي زورغانيزاسيون نون غوفرنمونتال اللي تو سويت كيما قال واحد يشوفوا حاجه كيما هكا يقلبوا عليك الدنيا كيما يقول الانسان. دونك سي امبوسيبل باش اي واحد يجي يقول لك هاي هذيك الحاجه ناخذوها وروح وروح. نو كاينوا دي لوا راهم مهزوزين من كيف اسمه من لـ 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 من لونو من دونك ما نقدروش حنا وحنا مسنين ثاني دي كونفونسيون. الجيري في بارتي تاع البلدان اللي راهي سيني دي كونفونسيون مع الامم المتحده ومع بزاف الناس، ما يقدروش قال لي من غدوه الصباح قال لي نحيو الحضانه للمراه الام خلاص، خاطر غدوه راح يديروا مشاكل
وغد راح يكونوا يديروا لنا مشاكل حنا، راح يديروا علينا بيتيت الامبارغو، يعني ما نحترموش القانون تاع الاخر، ينحيوا لنا بزاف حوايج يديروا لنا. دونك هذه ما تكونش امبوسيبل تكون فكره كيما هذه. وزيد الناس ربي يهديهم، الناس اللي يحسبوا يديروا يضغطوا على المراه بهذا الشيء هذا بولادها يحكموها من 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 يد اللي توجعها، راكم غالطين، راكم غالطين. وزيد كانت واحد المراه كنا راه تولد في الاول ولا باش نجيو فيه، كتبت لي قالت لي لا راك غلط، هذا كيف اسمه هذا الروا هذه تساعد الامر المراه خير من الرجل. حتى ولو نحترم رايك يا سيدتي، انا ما نوافقش انا كرجل ما نوافقش. علاش؟ ما كانش كي حنان الام يكذب عليك الانسان، حتى وانا حنين، حتى وانا حنين وحنين فوق القانون، ما نكونش حنين كيما المراه، امبوسيبل امبوسيبل. انا نعطيكم برك انا هذه حاجه شفتها انا بعينيا، عندي القطوط البرا سي دي شا سوفاج، تولد القطه لي شاطون يتبعوا مهم، والله ما يتبعوا هذا كيف اسمه القط، والله يا القط يجي ياكل معاهم ويروح، ياكل معاهم الماكله كي نحط لهم ويروح، والله يروح والله ما يرجع، يرجع غير كي يحب كيما قال واحد تقول لا كوبلومون تاع القطه ولا حاجه هاو يجي من بعد يروح. وهذوك لي شاطون هذوك القطوط هذوك يتبعوا مهم، والله يتبعوا في مهم. واذا تحبوا حتى ندير لكم دي فيديو، ندير لكم فيديو. هذو حيوانات، حيوان ما كاينش كيما الام. دونك يكذب عليك الانسان. داير اسمح لي، انت راك اليوم تعكر في المراه، انت امك تكرهك، انت امك تكرهك يا انسان، انت واش بيك انت؟ كاينش واحد يكره امه؟ ما كاينش منها، ما تنجمش، امبوسيبل ترومبلاسي الام تاع الاولاد، سي امبوسيبل، يكذب عليك الانسان. حتى ولو تلقى مراه اخرى راهي تموت عليك وتشتيك ودير لك، مي ولادها ما يقبلوش يقول لك انا ما هي ما كانش فيها. حتى ولو هذيك المراه تجي تهز ولادك وتقول لهم انا منكم الثانيه، ما كانش، مع الام هي الام. يكذب عليك الانسان اللي يقول لك الشيء هذا. انا نقول الناس هذو ربي يهديهم اللي يقول لك علاش نمدوا الام المراه الحق باش تطلق. اي بيا يا سي محمد، ما تقدرش انت تحكم مراه بالذرع عليها تقعد معاك بالذراع، ما تقدرش يا اخي اسمح لي. اذا حبيت المراه تقعد معاك بالذراع ما تطلقش منا، اي بقى لازمك انت تكون في المستوى مع مرتك، بريميرمون تقوم بها هذه الاولى. المراه اذا ما تخدمش، اذا المراه ما تخدمش وتخليها جوها يا انسان، كيفاش المراه ما تروحش؟ هي تروح، سي نورمال تروح، كيفاش تصبر 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 ما تروح. اذا المراه كما قال واحد تعنفها تعنفها، تصبر عليك خطرة زوج ثلاثة أربعة، أنت عنفة بن عمي، أنت عنفة لازمها تروح المرأة، تروح خير ما أنت كي تروح خير لك، باسكو قادر أنت تضربها خطرة زوج ثلاثة تقدر تقتلها وتباصي وتخلي الولاد يطيشوا. دونك دو باغتيغ، من حقها تروح ومن حقها ديفورسي يا راجل. ماشي قال أم كانوا نساء هذوك النهار نشوف في واحد السيد دار فيديو، أي مرتي هربت راحت، يا ولدي علاش تهرب المرأة؟ ما تهربش، ما عينش تقعد معاك ما تقعدش معاك، نورمال ما تقعدش معاك ما تقعدش معاك، تروح الله يسهل عليها. كاينه حاجه اخرى الاولاد، كيما يقول الانسان قليل 0.00000 الام تسمح بولادها 0.00000 والله ما عارف واش جامي الام تمسح تخلي ولادها ويروح. او كونتخير او كونتخير ايش هذه هي لا سوليسيون قال نعنفوا المراه؟ اما لا اما نديروا لها لي مينوط خير، اما من نهار تتزوج بها نجيبوا نديروا لها لي مينوط وخلاص ما تحركش تقعد تما. ماشي سكلاف المراه يا محمد، نو. اذا حبيت مرتك تقعد معاك لازم تكون في المستوى نتايا، ولازم مرتك هذه مش حمير ولا راهي ان انيمال، انت تخرج تروح ودير واش بغيت وتروح تسافر وتروح دير من هنا وتروح كذا، وهي تخليها مقفول عليها الباب اش 24. كما قال واحد وما عندهاش حق تخرج وما عندهاش حق دير هكا وما عندكش حق دير هكا وما عندكش حق دير هكا، ما عندهاش حق تروح للبحر، ما عندهاش حق تخرج، ما عندهاش حق تروح للسينما، ما عندهاش حق تروح للقهوه، ما عندهاش حق تروح ليه، ما عندكش الحق، ما عندكش الحق، ما عندكش الحق. اي بان تكره من هذوك يا خويا، خلاص اي خلاص كل واحد في حاله خلاص، هذه هي ومن حقها سي دو سون دووا، هذا ما كان. مي الاولاد يبقاو ديما الحضانه للام، الا اذا الام استغنات على اولادها، وهذه قليل خلاص، هذه قليل خلاص.
باش تلقى انت الام تستغنى على ولادها. قليل 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 قليل، الا حالات يعني فريمون. واش نقول لكم، اذا كانت امراه قلبها حديد، باسكو ما نقولوش بلي راهم النساء كل راهم صح. انا نقول لكم 99% تاع النساء حنان وما يخليوش ولادهم. كاينه كالكو بوسيخ هذوك، وي هذوك يا خويا. اذا امراه سامحتي ولادها، لازم الاب كيما قال واحد يكون في حل ويكون راجل ويحكم ولادو، ومي كيما قال واحد وما يروحش يجيب المراه كيف اسمه الاولاد باش تضربهم ولا باش مرت البوي. صعيب قليل قليل، وانت تلقى امراه صح كان نساء حنان وكيما قال واحد وتجي وتهز الطفل ولا ولاد هذوك ولاد الراجل هذوك ديرهم ولادها. مي قليل دوكا، تكذبوا على روحكم، تكذبوا على روحكم، ما كاينش منها. قليل خلاص قليل خلاص. النساء اللي يديروا كيما هكا يعطيكم الصحة. النساء اللي تزوج بالراجل تحب الراجل تحب ولادو، سي نورمال، وما تعنفهمش وما تضربهمش وما كانوا حتى اللي كواهم، سبحان الله، كانوا حتى اللي كواهم بالنار، والله كواهم بالنار سي محمد. باش تقول لي أنت يا الأخر، كيما المرأة ما يهديهاش ربي يدير كلش، كيما قال الإنسان، يدير كلش. دونك ما تطلعش ما حتى الأولاد بعد ما يصبروش من غير أمهم. أنا نقول حتى الأولاد بعد ما تجيب له واش تجيب له. انا صارت خطره واحد القضيه مع واحد السيد مسكين ربي يهديه، على كل حال ديما نشوفه يجيب بنته صباح هو يدخل القهوه تلعب ويخليها هو يدخل القهوه يتقهوى ويخليها تلعب هي ثم في الكارتي مع الاولاد، تلعب في الكارتي مع الاولاد، ومن بعد مسكينه 12 يروح يجيب لها شويه فول ولا حمص ولا حاجه مسكينه يحط لها ثم تبدا تاكل كذا منها. و قلت انا والله غير نتكلم معاه السيد هذا، رحت له قلت له يا ولدي انت واش الطفله هذه واش بها هذه ما عندهاش امها ولا لا؟ قال عندها امها. ها وين راحت؟ قال لي طلقت. ايه قلت له ابن عمي والمراه طلقت تزوجت؟ قال لي لا لا ما تزوجتش في دار باباها. ايه قلت له ابن عمي الطفله تشوف كيفاه مسكينه نورمال مع امها صاحبي، انت راجل ما تصلحش انت تجي القهوه وانت تجيب معك بنتك مسكينه تشوف تلعب مع الاولاد ومنها. قال لي يا خويا، قال لي اسمع، قال لي كون عيطوا لها الطفله قال لي تكره امها والله لا تشمها والله ما قال لكم عيطوا لها نقول لها تشوف نجبدها على امها وتبدا تسب فيها. اي قلت له يا شيخ انا على الشيطان يا راجل، انا على الشيطان. قلت له نفس الشيء، قلت له هيا خلينا نربيها لامها ونفس الشيء. دوك لو كان يهضروا لها عليك انت دوك تبدا تسب وتبدا تقول لهم بابا مواك مواشك مواشك. قلت له مادام راهي قاعده معاك وانت اللي راك حاكمها والحضانه عطوها لك انت ما على باليش على واش، ولا امها اللي سامحت كما قال واحد قال لك اخويا نخلي له حتى الطفله اذا حب الطفله نخليها له، كرهت راحت كما قال واحد. مي تبقى الطفله تشتي امها تبقى ما تجي تقول لي انا اليوم راهو السيد نهضر معاه ويقول لي انت كما تعمل بلاتش انا شاف دي غوفرنمون راهو صاحبي. يا خويا واش دخلني فيها ربي الشاف دي غوفرنمون؟ انا نقول لك روح روح ورجعوا للمراه نتاعك. كما قال واحد نروح نشوفوا مع باباها ونشوفوا مع خاوتها ونشوفوا مع وين نرجعوا للمراه نتاعك. تقول لي انا نعرف رئيس الحكومه. يروح تلعب انت ورئيس الحكومه. قلت له انت واش رئيس الحكومه؟ دخلني في رئيس الحكومه انا؟ يوم بعد الحق لقيت واحد السيد على كل حال انسان يعرفه مليح حتى هو في عنده على كل حال انسان ستان هو كادر. قلت له عليه قلت له ولدي. قال لي هو قال لي انا عيني نحاولوا فيه. قال لي انا قال لي انا قلت له روح انا نجيب الكبش انا جد من جديد وندير كلش من جديد ومنها وما بحب ما حبش. خشنيت الراس كما يقول الانسان. بنته مسكينه صغيره ميم با في عمرها 6 سنين كما قال واحد. شفتوا كيفاه يعني المصيبه كيفاه صاريه مصيبه. وهو نورمالمون انسان نورمالمون انا نقول لكم الحق اصلا بلاص نخلي الطفله لامها. نقول لكم الحق مهما راي بنتي عزيزه عليا ولا ولدي عزيز عليا ولا منا ما نخليه لها ليا هي. بس كنا نعرف بلي الام امبوسيبل. جي واحد انا جيبوا لي مرات ترمبلاسي امبا الوغ لا. لو كان يجيبوا لي النساء تاع العالم كل يجملوهم لي ما يرمبلاسيوش امها. امبوسيبل امبوسيبل. دونك حتى البنات والولاد وهذو كيما يقول لك هذا يقول لك غدوه الصباح اي المراه هذه غدوه ما 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 ما, ما كانش النفقه. يا ولدي ما كانش النفقه كيفاش غتعيش المراه اذا المراه ما تخدمش ولا المراه من كيفاش كيفاه فهمني ترى كيفاش. اذا غير انت ما تخدمش هذيك حاجه اخرى، اذا انت ثاني ما تخدمش. دونك هذه اللي احنا قلنا لازم الدوله تبدل القوانين، لازم الدوله تبدل القوانين باش المراه تضل عندها حتى هي كذا مطلقه عندها دي زاد تديهم. واذا عندها كيما قال واحد اذا الراجل ما بيكزامبل ما يخدمش ولا حاجه يعطيوها في بلاصه كيف اسمه النفقه في بلاصه الراجل، واذا كذا باش ما تبقاش ما تطيش وما تبقاش الطفله تتربى كيما قال واحد في الميزيريه. هذه وي
هذه مي باش تقولي لنا المرأة لازم نحكموها من يدها اللي توجعها، قالت كنت تطلقي تخلي الاولاد. لا يا اخي سامحني، هذه على بالي بلي راهي ما تكونش وعمرها ما تكون، ولو كان الله يقدر يديروها راح يديروا لنا مشاكل كبار. بالك نقول لكم نطيحوا في امبارجو كبير من بكري. الجزائر ماهيش رانا متهومين بلي ما نحترموش القانون، ما نحترموش لي دروات بلوم، ما نحترموش لي دروات لا فام، ونزيدوا نروحوا نحيوا للحضانه الام، ونزيدوا قال الراجل يعطيك الصحه ما تخلصش. لا نزيدوا نعطيو له بالك، نشريو له كابوس خير. قال ايا كي تلاقاها تيري عليها خير، ما تصلحش. هذه هضره نتاع ناس ما همش واعيين، ماهيش هضره نتاع مسؤوليه، ماهيش هضره نتاع ناس اللي كيما قال واحد اخويا، اذا مرا كانت مرأة في انكا ولا دوكا ولا مرأة راحت يا خويا راحت تروح الله يسهل، خير لا خير، واش ندير تقتلها؟ نجيبوك نحطوا لك ليميروت واحد، نديروا لك ليميروت ليك وانت وليها هي. ما بغيتش اخويا راحت للغرب. تو اساي انت باش المرأة نتاعك تكسبها، تو اساي بالحب، بالمعاملة المليحة، بالحنانة، المرأة لازمها كيما قال واحد حتى هي تخرج، تروح تحوس، تروح تديها، تروح منها. ساعات يقول لي واحد هاك شوف سيدي والله واحد او في بلجيكا راهو جاب الدام مرأة من البلاد راحت من هي طلقته. ايه يا خويا طلقوا، اذا السيد اداها باش يردها يسكلاف، سي نورمال. هما في الاوروب ما يقبلولكش يا سي محمد، إيه ماهيش الجزائر، الاوروب اللي هي تليفون حتى الام بعد، حتى الام لو كان يشوفها بلي ما عنا ما ولادها ما تعنتانيش بهم ينحيو منها. ما كانش فيها الامورات هذو. والله والو، ني المراه ني الراجل، لو كان يشوفوا بلي الاولاد تضربوا ولا الاولاد تعنفوا ولا كيما خلاتهم ماتوا لبرا ولا كيما كانوا اخرين يقفلوا على كيما كان الخطا اللي فات، كان وحده جزائريه وقيله قالت قفلت على ولادها وراحت للجزائر. تكون في فرنسا قفلت على ولادها وراحت للجزائر. اي بان جيران كيسيبو شافوا بلي الاولاد مساكن وحدهم وكذا، ومن عيطوا للمسؤولين جاو حلوا الباب وداو الاولاد، وعيطوا كي سمعت هي جات راهي في لي بروبليم في المشاكل. قلت لهم انا رحت على 40 تويتر، والله هي كنت تروحي على ربع ساعه. سا سي با هذه لي ريسبونسابيليتي كيما يقول واحد، هذه ما لا تصحش هذه. دونك انا نطمئن لهذ النساء اللي راهم كلموني وقالوا لي انت صح هالشي هذا وكذا، ومنا هذا انا نقول لكم باللي هالشي هذا راه ما يكونش وعمره ما يكون، عمره ما يكون. وزيد الرجال ثاني اللي راهم يخموا في هالشي هذا، نقول لكم انعلوا بليس. انت اذا تحب مرتك تقعد معاك لازمك تنعتلها بلي راك تحبها، تنعتلها بلي راك حنين عليها، تنعتلها بلي راك ما خصها والو، تخرجها معاك وتديها معاك كيما قال واحد فاكونس، تديها لا مي هي ابن عمي، اذا تهزلها العصا وتقول هذا كنا ندير في باباك. ها ابن عمي اسمح لي، وحنا لا غالب حنا تربينا هكذا كما يقول الانسان. الكمال لله. علاش؟ باسكو كنا ما نعرفوش، كنا صغار كما قال واحد يقولوا لنا اسمع اتونسيون، غير على اختك كبر يقول لك اسمع لو كان كش ما كان اعطيها. ما تصلحش، ماهيش هضره هذه، ما سا با مارشي كوم سا. العنف ما يجيب والو، أو كونترير الخو مع الأخت لازم حتى هما يكونوا بيناتهم احترام وقدر وحنانة. والخو يشوف في أختو عدو نتاعو، سبحان الله، صار صباح حتى صباح خير ما يقولهاش، ولا يقولها روحي ترسلي قشي ولا مثلكم ترسليش يعطيها طريحة، مو تفك وهو يضرب البنيات. ما تصلحش المرأة، معنفة بزاف عندنا. وهذا الناس هذي اللي تتكلم هذا الشيء هذا راهم ناس بتاتر واحد عنده كا ولا ما على باليش مرتو راح تخلاته ولا كذا. يا خويا راحت لغالب تو يسي نورمالمون، كي راح تخلاتك انت تبين روحك بلي راك راجل وتروح تردها اذا نجمت كيما قال واحد. اذا المراه هي بعد اللي حبت تروح ولا كذا، يا خويا ما تنجمش تحكمها بالذراع. ما كانش واحد يحكم واحد بالذراع، ما كانش. حتى الحيوانات بعد ما حتى الحيوان ما تقدرش تحكمه بالذراع. ساعات نجيبوا قط كي ما يحبش يقعد من الدار، والله لا موندر اوكازيون يروح القط يقعد عندك ولا الكلب يقعد عندك، كي تضل توكلوا مليح وتشربوا مليح وتحول وتخرجوا وديلوا كذا، وانا ما يروحش. مي اذا الكلب تضربه ولا القطه تضربها وكذا، وانا لا موندر اوكازيون تروح. دونك انا نقول لكم الناس هذو اللي راهم يهضروا الهضرات هذو حوايج غير هضره غير مسؤوله كما يقول واحد، هضره غير مسؤوله وعمرها ما تكون. انا نقول لكم عمرها ما تكون.
او كونتخيغ او كونتخيغ الدوله لازمها تحمي المراه، الدوله لازمها تزيد دير دي لوا اللي تحمي المراه ماهوش اللي تزيد تربط المراه. واش فينا رانا في مازلنا في القرن ما باليش انا لا بري استوار ولا صح يا راجل صح. كيما المراه راهي تخرج وكيما قال واحد تشوف صحاباتها خارجين وتشوف صحاباتها يسوقوا في الطاكسيات وتشوف صحاباتها راهم رايحين طالعين فواياج رايحين جايين وكذا وانت قافل عليها عافس عليها على على على, على, على كرومتها وتقول لي كيف هالمراه ما تروح كيف هالمراه تروح سي نورمال تروح المراه لكم تعتريش بها لكم ما تشوفش بلي راك اللي تحبها وكيما قال واحد وتعطيها شي اللي بغات وتدير حتى ويكونوا غلطات يكونوا حتى ما نقولوش الانسان ما يغلطوش حتى الانسان تغلط بصح انت ك نورمالمون كراجل تو ايساي باش المشكل هذا ما تكبروش خلاص مشكله حتى كي تحب واحد يقابض بالعقل قال له ولدي نورمالمون ماهوش كذا وهاك تشوفي والناس يضحكوا علينا ولا جيران يضحكوا علينا ولا قال او كيفاش ولا منا معليش مرا بن عمي انت جيت تروح في الحبس وتقول لك قعدي في الحبس هي تقول لك على والديه زواج هي اليوم نشوف الناس يدي مرا يقتلها بن عمي الراجل هز الكوكوت نهار في رمضان المرا طيب في الكوكوت قاعده مسكينه تخبش في الكسره يهز الكوكوت ويعطيها على الراس يقتلها وين على والديه زواج وين على والديه زواج هذا اذا مرا تقعد في دار باباها خير ما تزوجش عندها الحق وابن عمي هكذا ومرات تروح لدار والديها يلحقها يشرقها في دار والديها واحد يجيب كابوس يروح يدخل على والديها يقتل والديها وين على والديه زواج هذا بعد نقول وين على والديه زواج واش من زواج هذا زواج احترام نقدر المرأة تغلبها بالحب تغلبها بالامور ها محمد ها موش تدير الشراب كيك وتقول لها والله نكسر لك كريمك او تكسر لك كريمها اي بعد نورمال تروح تاعش اللي تكسر الكريمه هو لبس اني ماشي سكلاب المراه هذه راهي حتى هي عبد وحده هي تحس وحده هي سي نورمال مي نحيو من راسكم هذه الهضره هذه نتاع راهي ما كانش النفاقه وما كانش كيما اسمو والمراه ما عادش تدي الطفل ما كاينش منها خلاص خلاص ما كاينش منها خلاص خلاص القوانين او كونتخير راح نزيدو يبون ديغسيغ لي لوا المراه اليوم في الجزائر سيرتو في الجزائر محقوره ومن لو كان نلقى نزيدو نصعبوا في شو يقولوا نزيدو نديروا دوتر لوا اللي تحمي المراه تحمي ما عندكش حق تضربها محمد ما هيش سكراف تاعك تو نا با الدروا باش تضربها ما تمسهاش خلاص ما فيها لا ضرب مبرح لا لا, لا, لا عمي علي ما كانش فيها ضرب مبرح يا اخي الهضره تضربها بالهضره احكي لها بنتي البارح هاك واش درتي ولا واش كان واش كان ماهوش كذا عيب وعار والناس تسمع ولا اخر وكذا ومنها تجي سايب باش تقنعها مي تجي تعطيها بنيه ابن عمي انا نقول لك الحق انا لو كان جيت مراي واحد يعيط عليا نروح كيما قال واحد ما تعيطش عليا خلاص نهضروا بالعقل انا وياك نتفاهموا ابن عمي ربي يجيب الخير على كل حال الام تبقى هي الام يكتب عليك كيما قال واحد خوك خوك لا يغرب بك صاحبك مهما واش تكون المراه مهما الغلطات اللي ديرهم تبقى ام تبقى اخت تبقى فوالا الناس ربي يهديهم الناس اللي يقول لك لا لا وما نعرف واش كانوا حتى بعض الدعشيات هذه بعض الدعشيات اللي حتى هما يحبوا المراه تبقى اسكلاب ان شاء الله تبقاو نتوما اسكلاب ان شاء الله الانسان الاخرين هذا انا نتمنى هاد الدعشيات هذو اللي راهم يتمنوا الشيء كيما هذو ان شاء الله تبقى عليكم نتوما وتشوفوا عليه اتوتالو mm